كأم بدي أولادي يكونوا مميزين دايماً، بدي يكونوا مميزين في أخلاقهم، بدي يكونوا مميزين في تصرفاتهم، بدي كل الناس لما تشوفهم تحكي عنهم إنه هدول أولاد مختلفين عن باقي الأولاد. وعلشان هيك كنت دايماً اللي بعمله معهم إني بضلني دايماً أعطي تعليمات وأعطي نصائح وأعطيهم قصص وأعطيهم أمثلة من الحياة، أحياناً بطريقة لطيفة وطريقة محبة، وأحياناً بطريقة بتكون قاسية وفيها تعنيف. وهيك تستمر الحياة معنا. كل يوم بعطي لستة تعليمات، لستة أنظمة، لستة قوانين، وبطالبهم إنهم يلتزموا فيها، وبطالبهم إنهم يعملوها. بس اكتشفت بعدين إنه اللي بشوفه بولادي شي تاني. مزبوط، هم بيسمعوا هالتعليمات وهالأنظمة وهالقوانين وبياخدوا جزء منها، بس اللي كنت بشوفه فيهم هو حياتي. بمعنى أولادي كانوا زي المراي لحياتي. شو أنا بعمل كنت أشوفه فيهم، شو أنا بتصرف كنت أشوفه فيهم، شو ردات أفعالي كنت أشوفها بولادي، طريقة كلامهم، طريقة تعاملهم مع الناس، حتى على مستوى أبسط الأمور والكلمات اللي ممكن يحكوها كمان كنت أشوف حالي فيهم. عشان هيك اكتشفت كل هالأنظمة وهالقوانين وهاللستات وهالتعليمات اللي أعطيتهم إياها استفادوا منها جزء كتير بسيط، بس الاستفادة الأكبر كانت من حياتي أنا. أولادي عم بيشوفوني كيف أنا بتصرف وبيتصرفوا، أولادي بيشوفوني شو ردة فعلي وبيعملوا نفسها، أولادي بيشوفوا شو الكلام اللي أنا بحكيه وبطلعه مني، وبنفس الوقت هم من بيعملوا وبيطبقوا. حتى أشوف أولادي عم بيعيشوا حياة أفضل، عم بيتكلموا بطريقة أفضل، حتى أشوف أولادي عم بيكونوا مميزين، لازم أنا أكون هيك في البداية. لازم أنا أعيش الحياة الصح قدامهم حتى يقدروا هم من يعيشوها فعلاً، لأن أولادي بيتعلموا مني كمثال قدامهم، مش بيتعلموا من كلامي. خلينا كلنا مع بعض نحاول فعلاً نكون مثال صالح قدام أولادنا حتى ننشئ جيل صالح للأمام. نتذكر دايماً مش بالتعليمات، مش بالأنظمة، مش بالقوانين، بس بالمثال.